السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم كيكة الزبادي، كيكة بسيطة وخفيفة وحلوة في نفس الوقت. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. يلا اقول لكم على المقادير. هنا معانا 3 بيضات، علبتين من الزبادي، كوبايتين دقيق، كوباية الا ربع زيت، وعليهم معلقه سمنه. اختياري مش اجباري، انا بحب معلقه السمنه بتكون في الكيكه. وهنا كوبايتين سكر بس مش مليانين قوي، ومعانا باكت بيكنج باودر واتنين فانيليا. دي المقادير كلها اللي هنعمل بيها كيكه النهارده. هنا جبنا الخلاط بتاعنا. هننزل اول حاجه بالثلاث بيضات، هنضرب اول حاجه الثلاث بيضات وهنا زي ما انتم شايفين بعد ما ضربنا البيض هننزل عليهم بكوبايتين السكر. وهنضربهم كويس وارجع لكم تاني. وهنا بعد ما ضربنا السكر والتلات بيضات هننزل عليهم بالزيت ومعلقة السمنة، هضربهم وارجع لكم تاني. وهنا بعد ما ضربنا الخليط كله مع بعضه، الزيت والسكر والدقيق، هنجيب بولة مع بعض ومضرب وهننزل بيهم بعلبتين الزبادي وهنقلب كويس لحد ما الزبادي يدوب. لازم اول حاجة ننزل بالزبادي عشان مش هينفع اضربه في الخلاط. وهنا بعد ما ضربنا الزبادي هننزل بيهم بالخليط من الخلاط هننزل الخليط كله وهنقلبهم شوية، وبعد كده اخر حاجة هننزل عليهم بكوبايتين الدقيق. لازم نقلب كله الاول عشان ما فيش اي قطع زبادي ولا اي حاجة. لازم الاول نقلب كله كويس، بعد كده ننزل عليهم برشة فانيليا وبعد ما حطينا الفانيليا ونقلب تاني كويس هنجيب كوبايتين الدقيق. ادي اول واحدة وننزل بالتانية بعد كده هنجيب البيكنج باودر وهنقلب كويس كده. هنضرب الخليط كله مع بعضه. بعد ما حطينا الخليط كله هنقلب العجين، حطينا كل مكوناتنا لو كويس عشان ما يبقاش فيه تكلكعات ولا اي حاجة. لازم نقلبه كويس كده 5 دقايق. خلاص كده بعد احنا ما خلصنا تقليب ده شكل القوام النهائي. انا بحب قوام الكيكة كده، ولا تقيلة ولا خفيفة، وسط. نجيب طاسة ونقص ورق الزبدة وندهنها الزيت، وبعد كده بعد ما خلصنا ودهنها دي هننزل بالخليط كله انا بحب القوام ده. حابه انت بقى تقيلي تخففي، دي حاجه ترجع لك انت. ونخبطها عشان اي هوا فيها يطلع.
وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وده كده شكلها بعد ما طلعت، شكلها حلو قوي وريحتها احلى كمان. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. تعالوا معايا كده نقطع حته واوريها لكم من جوه. بصوا كده شكلها بقى بعد ما قطعنا منها حته. بصي من جوه مستويه جدا وهشه جدا وخفيفه كمان. ودي دي شكلها بعد ما قطعت لكم حته، طريه وحلوه جدا، وجربوها. والله يا جماعه دي من احلى الكيكات اللي انا بحبها، بحبها اكتر من كيكه البرتقال. ده كده شكلها. بصي طريه جدا والسنجيه كمان، لو قعد برضو كام يوم تبقى طريه جدا زي ما انتوا شايفين كده زي الاسفنجيه. وده كده يا جماعه الشكل النهائي. يا رب الكيكه تكون عجبتكم. بكره ان شاء الله هنزل لكم بوصفه جديده، ولو حابين اي وصفه معايا قولوا لي وانا هعملها لكم. بس قبل ده كله ما تنزيش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي لايك كده حلو زيكم، تعملوا لي كومنت. واستنوني كمان في فيديو جديد.